سلام ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم هاد لي موديل هادو. كما كتشوفوا ان شاء الله غادي يكون فيهم بروموسيون مزيون ان شاء الله يعجبكم. بالنسبه هاد لي موديل راه بقى لينا منهم غير واحد اولا جوج في الموديل. هاد القفطنات يصلحوا العروسه اللي كتوجد الزهاج ديالها، يعني بغات قفطنات خفافين تزيدهم مع اللبسات ديالها، تقدر تاخد قفطنات خفاف بحال هادو. اللوينات ديالهم مناسبين ليها والثمن ديالهم جد مناسب. وبالنسبه يصلحوا حتى مثلا السيدات اللي دايرين المشاريع غير من الدار ديالهم وكيديروا الكراء، او اللي عندهم محل وكيديروا الكراء او للبيع، يعني غادي يصلح لهم قفطنات بحال هكذا. بالنسبه للقفطنات هادو الثمن ديالهم هو 300 درهم الواحد، والا خديتي جوج كيبقاو بجوج بهم 500 درهم، يعني بحال اللي كيطيح عليك الواحد 250 250. بالنسبه هاد البروموسيون درناه يلاه هاد السيمانه هادي ان شاء الله اللي هو ديال الصيف، يعني كيكونوا حفلات كيكونوا عراسات ويعني الناس كيكونوا كيوجدوا، بغينا نحطوا هاد القفطنات هادو. كنتمنى انهم يكونوا ينالوا الاعجاب ديالكم. واللي بغاتي حاجه ممكن تواصل معايا في النمره ديال الواتساب ديالي، انا نخليكم النمره ديالي وتسكريني الصوره اللي عجبتها ديال القفطان وتصيفطها لي ونتواصل معها نعطيها المعلومات وكل شيء اللي بغاتو. مرحبا بالجميع.